لأنه ما عملنا حسابات والله حد يطلع علي حاسب بس نحمل أكم من شبنة. هلا إحنا حسبنا المرة الماضية قلنا لما يكون ماشي على الريتد سبيد اللي هي كانت 1750 RPM مفروض يعطيني الريتد تورك مظبوط؟ هلا خلينا أول شيء نحول 1750 RPM نحولها لرادينز بير سكند فنقسم على 60 ونضرب في 2 باي. هذا طبعا سبيد تورك كيرف هذا الكوادرنت الأول هذا التورك in نيوتن meters وهاي speed in RPM وممكن نحطها الأوميجا radians per second. قديش بطلع السرعة الدوراني عند هاي النقطة؟ 183 تقريبا خلينا أحط rads per second. أوكي هاي السرعة منهم. هلا كمان بإمكاننا إيش نقدر نحسب؟ نقدر نحسب التورك اللي بعطيني إياه عند هاي السرعة. هو أعطاني إياه مش هيك؟ هو أعطاني عفواً أعطاني تورك أقل من هون. هلا في عندي أنا 5 هورس باور مش هيك قلنا؟ إذا الباور الريتد باور هلا هاي المفروض إنها تكون باور ميكانيكال أوتبوت وكانت 5 هورس باور. أضرب 5 في قديش بنضرب حتى نحول لو واتس؟ 746 أظن 746.746 إذا بصير نعم إيش؟ 746 غير بيختلف عن الميكانيكال أظن تعريف الهورس باور. الإلكتريكال 746 الإلكتريكال هورس باور تبع المحرك مضروب في 5 هورس باور قديش بعطيني؟ 3.7 كيلووات. إذا هاي الميكانيكال أوتبوت باور إذا قديش راح يكون قديش راح يكون عندي التورك الريتد تورك؟ أنا عندي الريتد سبيد هاي 183 راديان بير سكند عفوا هاي باور بدها تساوي الريتد تورك مضروب في الريتد سبيد فالريتد سبيد 183 هذا عندي هون الريتد تورك وهذا بده يساوي 3730 إذا الريتد تورك شو بيساوي 3730 على 183 20.38 نيوتن متر بس قديش هو كان يعطيني هون لما مشينا احنا على السرعة هاي كان التورك أقل طبعا لأنه أنا مش محمله لود مظبوط يعني إذا طلعنا هلأ هون نلغي هاي ونلغي هاي ونطلع على السكوب الآن وأي واحدة كانت فيهم التورك؟ آخر واحدة هاي فخلينا نعمل عليها زوم بالواي أكسس عم بعطيني تقريبا قديش 19 وإشي مش هيك؟ هلا عم بعطيني التورك اللي هلا هون 18 بوينت تقريبا 18 بوينت تقريبا 19 مش هيك؟ حوالي 19 نيوتن متر بس ايش السرعه اللي هو ماشي عليها الان؟ اقل من 183 هيها تقريبا هون مش هاي السرعه مزبوط اول وحده؟ المفروض تكون اكثر مش هيك؟ حوالي 189.5 تقريبا مظبوط اذا عم بعطيني هلا هون السرعه اللي عم بمشي عليها 189.5 رادز بير سكند لما نيجي على هذا سبيد تورك كيرف من هون اذا هاي 189 تقريبا هون والتورك اللي عم بعطيني اياه 19 نيوتن متر كانها هون رفل النقطه كانه هدول نقطتين من هلا لو بدنا نفتش على النقطة اللي هون موجودة شو راح أعمل؟ ممكن أنزل الفيسكس فريكشن أنزل الفيسكس فريكشن وأشوف إيش السرعة اللي بستقر عندها راح أجي أغير بي حط بي زيرو نعمل ران بدنا نطلع على السرعة، السرعة كانت وين أول وحدة؟ أول وحدة
تقريبا قيمتها 237.5. خلي اطريا احسن نرسم هذول. شو صار عندي اذا هاي نقطة؟ 237.5 هذه راتس بير سكند. قديش عندي التورك عند النقطة هاي؟ زيرو. تقريبا رح يكون الشيء المفروض يكون زيرو او قريب جدا من الزيرو. هاي مش هيك اخر وحدة التورك؟ عملية ما فيش تورك. إذا أي نقطة هاي؟ خليني أحطها لهاي النقطة. إذا هاي النقطة السرعة هون زيرو، التورك عفوا زيرو، فهي النقطة صارت 237.5. شو في عندي نقاط ثانية كنا مجمعينها؟ المفروض يكون في عندي نقطة على الريتد تورك والريتد سبيد اللي هي هاي مش هيك؟ 183.38. ايش بنقدر نعمل كمان؟ نحط عليه تورك زيادة. نضيف عليه تورك اضافي ونرفعه على نقطة اعلى من هيك ونجيب كمان نقطة. رح اسكر هاي. هلا ممكن نرفع الفيسكس فريكشن ونحطها، ممكن نحط عليه اوت اوف بالانس تورك. ممكن نرفع الفيسكس فريكشن فراح اضيفها بدل ما تكون بي بوينت 1 راح اعملها 1. نعمل رن. هاي السرعة مش هيك؟ قديش صارت تقريبا؟ 67 radians per second. آخر واحد التورك. ايش بنلاحظ على التورك الآن؟ وارتفع قيمته، ارتفعت مش هيك التورك والسبيد. فهي هي ثلاث نقاط. فهذا أعطاني هون تقريبا تورك 67.5. وقديش السرعة؟ تقريبا 67.5 راديان بير سكند. حتى ببين عندي على فكرة ستارتنج تورك، لو طلعنا في البداية ببين معنا ستارتنج تورك. مضبوط. التورك اللي ببدأ من عنده لما تكون أول شيء السرعة زيرو، اللي هو عند المنطقة هاي. ها مش هيك؟ هذا تقريبا ستارتنج تورك، التورك اللي بعطيناه لما نبدا. لو عملنا هون زوم بالاكس اكسس عليه قديش تقريبا قيمته؟ 95. حوالي 95. هي كمان نقطه، هي نقطه رابعه. فعندي ات زيرو سبيد عم بعطيني تقريبا 95 نيوتن متر. إذا طلعنا على هدول، صار عندي هدول الأربع نقاط من هون، نرسمهم نعمل بلوت للكيرف. رح ناخذ التورك بده يتراوح عندي من 0 ل 95، رح آخذ 100. رح ناخذ 10 مربعات هون. هي عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هي 100 100 90 80 70 60 50 30 20 10 0. ايش الوحده هون؟ نيوتن متر. نحط هاي بريدينز بير سكند وبعدين نرد بنحولها. عندي اقصى سرعه ممكن يوصلها حوالي 240. فممكن ناخذ هان عشرينات، 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200. هاي هون 200، والوحده هون انا حطيتها رادس بير سكند اوميجا. فعندي هون 160 120 80 40. نعم. ايش اللي غلط؟ زيد كمان. بدنا كمان واحده. طيب اذا 160 220 هي 240. اوكي؟ ناخذ اول نقطه. هاي النقطه اللي بعطيني هاي على فكره باك ام اف، على فكره عند النقطه هاي بقدر اطلع منها الكي. عندي هون ات زيرو عم بعطيني حوالي 237 تقريبا 240، هي نقطة.
عندي 183 عم بعطيني 20.38 تقريبا 20 يعني عند 180 هي تقريبا نقطة. بعدين عندي 67 هي 40 هي 60 هي 70 هي تقريبا 67 وهي تقريبا 67 مفروض يكون خط مستقيم طبعا. وعندي starting at zero speed عم بعطيني حوالي 95 تقريبا خط مستقيم مع الرسم والهذا. اوكي كيف بعطيني تورك عالي وهو ريتد ل 20 نيوتن متر؟ انا بديت وقلت انه هذا المحرك الريتد تورك تبعه 20 نيوتن متر وانا قلت انه هو 5 هورس باور 5 هورس باور 3.7 كيلو وات انه بعطيني انه هو بيشتغل عند النقطه هاي. شو هاي المنطقه؟ دائما بيشتغل عند هاي. ايوه بس الباقي انه بيكون يعني لوقت كثير قليل. ما تمام. اذا لفترات قصيره بقدر اعمل له اوفرلودنج. وانا اصلا ما بعمل له ستارتنج من وين ببدا؟ ببدا من هون. لما اللود عليه خفيف وين بصير؟ بصير يشتغل في المنطقه هاي. لما خفف كثير كثير اللود عليه بصير في المنطقه هاي. في عندي هون سبيد طبعا في عماله بصير في سبيد فاريشن في المنطقه هاي. هلا معظم وقته المفروض اني اصممه للنقطه هاي هذا الديزاين. طبعا هذا كله ات كونستانت في. قديش في لهذا الكيرف؟ في ارمتشر 240. اذا هون في ارمتشر بتساوي 240 فولت. واذا غيرت الفولتج راح يتغير هذا الكيرف زي ما انت سالتيني. اذا غيرت الفا الفايرنج انجل تبعت الريكتيفاير طبعا اذا كانت زيرو راح يعطيني 240 او بدي اكون مصمم ويعطيني حوالين 240 وبعدين بصير ينزل هذا. شو بضل الميلان تبعه؟ نفسه على نفس الاكسايتيشن اذا الفيلد ثبته او كان بيرمنت ماجنت. بعمل له ديزاين هون. هلا لما يكون لايت لود بده يشتغل في المنطقه هاي لايتلي لودد. واذا في شورت بيريود اوف اوفر وطبعا ستارتنج هون راح يكون. واذا في شورت بيريودز اوف اوفرلود راح يشتغل في المنطقه هاي بس شورت بيريودز. ايش بصير اذا زادت البيريود؟ بحمى. الحراره هي الاساس. الحراره هي المعيار اللي بتقول لي انه هذا بقدر اصممه على هذا الحجم. راح يبدا يحمى حجم الفريم محدد راح تبدا الحراره تزيد حراره الوايندنجز راح تزيد. اذا ضليت اشغله فتره طويله هيك راح يبدا يتكسر الفارنش والعازل اللي موجود فيه راح يصير فيه فلاش او بريك داون بالمحرك. فما بصير اشغله فترات طويله بالمنطقه هاي. عاده بصممه على المنطقه هاي واذا صار في عندي لايت لود بصير يشتغل في المنطقه هاي اللي تحت. اوكي ماشي.